الفيديو شادين جوج دراري تيتكرفصوا عليها وصورها ولدي جات شدوا داك الشيء داو الدرك الملكي وبقى تيعيط ليا من السجن قال لك راه انا اللي صورت قال لك انا صورت على حسب التبليغ انا ما كاينش قال لي ومني قلت لي علاش ما قلتي قال لك انا ماما خفت ندير الدرك الملكي يشدوني خفت انا صافي وما قالش لي كون قال لي انا كنت غنوصل داك الفيديو للدرك الملكي قال لك انا ماما ندمت كاع انا على صورت هذا الشيء وانا قال لك انا ما قش البنت وما لاحقش ليها وهما الدرك الملكي دايرين ليه هو مكرفص عليها مغتاص ودايرين ليه اغتصاب قال لك انا حقا وصحت الصور انا صورت الصور انا صورت ولكن الاغتصاب قال لك انا ما لاحقش ليها فيه دراري اخرين هما اللي مكرفصين على البنت وشادين البنت يتكرفصوا عليها راه مطلوقين من مشدودين مش مشدود انا ولدي ودري واحد اخر وكنت باقا في الدار ومشيت بيته مع دري وشادين الدراري وقالت لك وشحال لي قالت راه والديها غادي يديكلاري وما عند جدر ميا ما ديكلاري ما حتى شي حاجه كانت في الخيريه وخرجت من الخيريه تما الخيريه مال المؤسسه انا عندي واحد المشكل ديال واحد دري ولدي هاد المشكل راه وقع في شهر 8 هاد واحد لا حسب الهضره انا المهم على الهضره اللي تنسمعوا الله اعلم على الهضره تنسمعوا واحد الدري قال لك جات شي بنت ما عرفت منين بلاصه قال لك تتسول على دوك الفيديو تبع داك الشيء ديال الحشيش وداك الشيء قال لك وراها وجابها باتت معاه مني باتت معاه على حسب الهضره اللي تنسمعوا انا عاد تنسمعوا هاد الهضره المهم قال لك باتت معاه الله غدي مع ديك الجوج ديال النهار قال لك جابها هنا للحي فين ساكنين وجمعوا وجمع عليه الدراري باقيين عير صغار الدراري عام من 20 سنه ولتحت هو الدري هذا فايت ال 20 والاخرين عام من 20 سنه ولتحت هي هذيك تكرفصوا عليها وهي قال لك على حسب الهضره اللي تيقولوا الدراري قال لك هي ماشي حمقه وما دابا الدرك الملكي حاطي لها حمقه قال لك لا تتكمي وجابت هذاك الكينه وعطات للدراري كلاو وكمات معاهم وداك الشيء في الاخر قال لك تعريت وداك الشيء وناض انا الدري ولدي لقى الدراري شادين وداك الشيء صورها هو قال لك انا بحسب التبليغ وبنيتي صافيه وداك الشيء صورها ما قالهاش ليا انا باش انا غندي داك الفيديو للدرك الملكي ما قالهاش ليا وبقى ساكت حتى داك الفيديو مع شكون اللي لحقوا للدرك الملكي ولا تنشر ولا ما نعرف المهم جاوا للدري داك الاول اللي جايب البنت شدوه هذاك الدري مني تشد جمع الدراري جمع الدرك الملكي هزينه في الطوموبيل تيوريهم الديور ديال الدراري هذا الدري كان هذا كان هذا كان هي هذيك جاوا الدرك الملكي تيسولوا انا على ولدي هي ديك بقى ولدي انا هنا داك الدري تشد مده ديال 3 شهور تشدوا ولدي انايا هي ديك مني شدوا ولدي راه باقي دابا مشدود ما محكوم ما حتى شي حاجه وكاينين الدراري بزاف ماشي عاود راه فيها مع شي 12 دري اللي حاطين هما نيت في المحضر راه حاطين شي 12 دري حاطين شي 12 دري في المحضر ودابا مازال ما مشدود منهم حتى شي حاجه حتى شي واحد مشدود منهم مع الدري ولدي انايا وهذاك الدري يو دابا حنايا تنطالبوا يشدوا كاع الدراري كاملين ولا يطلقوهم كاملين راه باقيين صغار وتنطالب انا من هاد البنت الى حمقه توقف معاهم قدام الراي العام قدام التحقيق دابا ملي تيقول لك لا هي حمقه هما الدراري تيقول لك لا ما حمقاش راه بعقلها تنطالب حتى هي توقف وهي تبرأ الدراري اللي مكرفص عليا تقول لك اه مكرفص عليا واللي ما مكرفش عليا تقول لك لا ما مكرفش عليا يقول لك لا منكر تنطلبوا هادشي تنطلب انا يحضروا حتى البنت توقف معاهم قدام الراي العام وقدام التحقيق دابا انا ولدي راه مشدود راه جاي لاربع شهور الدري الاخر جاي لسبع شهور وفي الدراري بزاف راه مطلوقين كاين الدراري بزاف اللي مطلوقين ما مشدودين شي مشدود على الدري ولدي انا هادشي تنطلب انا الدريه يحضروها معاهم قدام راي العام الا كانت حمقه تحضر كانت بعقله تحضر وهي تبرا اللي مكرفص عليها اللي مكرفص عليها تقول لك اه واللي ما لاحقش ليها تقول لك لا ما لاحقش ليا وانا معمرين على ولدي دايرين عليه بزاف معمرين عليه الدرك الملكي المحضر ديالو معمر بزاف معمرينه عليه وهادشي اللي انا تنطالب يشدوا كلشي الدراري ما يخلوا حتى شي واحد كاع الدراري اللي محطوطين في المحضر يشدوهم ويجيبوا البنت كانت في الخيريه يجيبوها كانت هما اللي تيقولوا الدرك ما قال لك راه كاينه في الخيريه ديال عين عتيق انا بغيتها تحضر وتحضر قدام الوكيل وحضروا كاع الدراري وهي غادا تقول لي مكرفص عليا تقول لك هذاك مكرفص عليا اللي ما مكرفش عليا غتقول لك ما مكرفش عليا وهذا الشيء اللي تنطلب الفيديو شادين جوج دراري تيتكرفصوا عليها وصورها ولدي انا
ايوا هادشي اللي انا تنطلب وتنطلب انايا البنت يجيبوها يحضروها وهي انا ولدي ما باينش في الفيديو. قالك انا صورت على حساب التبليغ وما قدرش نوصله للدرك الملكي وما قالاش لي انا كون قال لي انا كنت غادي نوصله. ايوا هادشي اللي تنطالب انايا هادشي اللي تنطلب وبغيتو ماني نشدو كاع الدراري ما يشدوش انا عا ولدي ودري واحد اخر عير جوج دراري عا ولدي ودري واحد اخر اللي مشدين يشدو الدراري فيها 12 دري اللي حاطين الدرك الملكي يشدوهم كاملين. وتنطلب من الحضور ديال البنت هي تحضر الى مريضه ولا لا بعقلها هما الدراري اللي كانوا حاضرين. قالك لا ما حمقاش ما مريضه ما حتى شي حاجه ما حمقه ما والو تنطلبوا حتى هي تحضر هادشي اللي بغيت تشد عيد. قالك حتى تشدوا داكشي داو الدرك الملكي وبقات يعيط ليا من السجن. قالك راه انا اللي صورت. قالك انا صورت على حساب التبليغ انا ما كاينش قال لي. ومني قلت لي علاش ما قلتي؟ قالك انا ماما خفت ندير الدرك الملكي يشدوني خفت انا صافي وما قالش لي. كون قال لي انا كنت غنوصل داك الفيديو للدرك الملكي. دابا مازال باقي مشدود باقي ما داروا معاه حتى شي حاجه باقي مشدود عاه هو الدري الاول اللي كان مشدود وكاينين محطوطين في المحضر شي 12 دري مازال ما مشدوش. وهذوك الدراري ما هاربين ما والو كاينين هنا حدانا عا ولاد الحي ولاد الجيران كاينين تنشوفهم يوميا كاينين. وهادشي اللي تنطالب انا وتنطالب من الحضور ديال البنت تحضر. والبنت ما مديكلارياش بيهم ما مديكلاريا ما والو غير داك الفيديو مع شكون اللي داه وصلوا للدرك الملكيه باش شدوا بي انا ولدي وشدوا بي الدري الاخر. انا ولدي تشد في شهر واحد راه طالع في 4 شهور الدري الاخر كان طالع في 7 شهور باش مشدودين عا هما بجوج. ما عرفتش انا كيفاش تجبد هذا الفيديو ما عرفتش شكون اللي وصلوا للدرك الملكي. مني وصلوا دابا هذا الفيديو راه عند الدرك الملكي وفيه دراري اخرين هما اللي مكرفصين على البنت وشادين البنت يتكرفصوا عليها راه مطلوقين ما مشدودينش مشدود انا ولدي ودري واحد اخر. ودابا انا ولدي مرض ليا في السجن ومرض بزاف كاع ومرضني انايا لا مرضني انايا مرضني حتى انايا معاه. وقال لك انا ماما ندمت كاع انا على صورت هادشي وانا قال لك انا ما قش البنت وما لاحقش ليها وهما الدرك الملكي داير لي هو مكرفص عليها مغتصب داير لي الاغتصاب. قال لك انا حقا وصحت الصور انا صور الصور انا صورت ولكن الاغتصاب قال لك انا ما لاحقش ليها. ودابا انا تنطلب الحضور ديال البنت هي تحضر معاهم قدام الراي العام وهي تقول لهم اللي لاحق ليا راه فيها مع 12 دري ولا 14 دري تقول لهم هي. تنطلب انا من الحضور ديال البنت تقول لهم هي اللي لاحق ليا راه غتقول لهم ملي يدير لهم وكيل العام سميتو غيدير لهم المواجهه راه هي غتقول لهم اللي لاحق ليا راه غتقول لهم اللي ما لاحقش ليا راه غتقول لهم ما لاحقش ليا. انا هادشي اللي تنطلب تنطلب من الحضور ديال البنت وتنطلب من الدراري كاملين يتشدوا ويديروا لهم المواجهه هادشي اللي تنطلب. والله اعلم هما على حسب الهضره. قال لك هي البنت خارج الطريق ماشي باقا بنت دارهم ولا داكشي. قال لك تتكمي حتى جابت هي. قال لك اللي تيقولوا الدراري الله اعلم انا على حسب الهضره تيقول. قال لك جابت كينه ديال هذيك الكينه اللي تياكلوا الدراري. قال لك وعطاتها هي للدراري كلاوها. هي البنت ماشي باقا بنت دارهم ولا هذه البنت قال خارج الطريق. لا البنت كو كانت باقا بنت دارهم وهي امها مديكلاريش كو كانت باقا بنت دارهم مشات بيتها مع دري وشادين الدراري وقالت لك وشحال هي قاصر غير والديها غادي يديكلاريو هما عند جدر هي ما مديكلاريه ما حتى شي حاجه. كانت في الخيريه وخرجت من الخيريه تما الخيريه هما المؤسسه راه غيديكلاريو بالبنت. ايوا هادشي اللي تنعرف انا وتنطلب انا من الحضور ديال البنت لانش هما هاد الدراري باقين صغار ماشي شي دراري كبارين فايتين ال 20 ولا عندهم واحد 26 30 عام راه باقين دراري عقاصرين مواصلينش ال 20 سنه فيهم وقيلا شي هاد الدري الاول اللي فايت ال 20 كلهم باقين غير صغار. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.